السلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو راح يكون على سعر ايباد اير 5. قبل ما نشوف سعر ايباد هذا نهضروا عليه، تقدروا ديروا جيم فيديو. الناس كامل تتقفل في الوصف ديال ابوني واشتركوا في قناة بوكس تركين. وين نبدا؟ بالنسبة ايباد، هذا ايباد جديد من نسخة الايباد اير، نسخة 2022 ايباد اير 5. بالنسبة مقارنة بالجيل اللي قبله تقريبا نفس الشكل، برك ادالو هذا في الوان شوية جديدة. بالنسبة للمواصفات تاع الايباد هذايا، نبداو بالرام. يجي برام 8 رام، يجي نسخ ستوكاج تخزين، يجي من 64 جيجا حتى 256 جيجا. بالنسبة للشاشة، تجي 10.9 انش، جي شاشة اي بي اس 120 هرتز، ويجي ثاني بكاميرات أساسية 12 ميجا بيكسل، والأمامية ثانية 12 ميجا بيكسل. الوزن تاعو يجي ب 461 غرام، ممكن كان يهمهم الوزن تاعو. وبالنسبة للحاجة المهمة في الأيباد هذا اللي هي بروسيسور، يجي بروسيسور أبل M1. هذا هما وبالنسبة للنظام، يجي بالنظام الآخر تاع الأيباد تاع أبل اللي هو الكنز. وهذا هما المواصفات الأساسية تقريبا كامل اللي يجيب بهم الأيباد هذايا. بالنسبة للسعر تاعو، شحال تقدرو تلقاو السعر تاعو هاد الأيام؟ البري تاعو هاد الأيام تلقاو يدور في 13 مليون، نسخة 64 جيجا. ممكن مع الوقت يزيد ينخفض البري تاعو. هاد الأيام تلقاو البري تاعو يدور في 13 مليون، نسخة 64 جيجا، ممكن كثر بشوية ممكن يقل. تما السعر تاع الأيباد هذا هو 13 مليون، نسخة 64 جيجا. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا، فتكم به. كيما قلت لكم ديروا جيم فيديو، لا استمع تلقاو في وصف ديال ابوني، تلقى ديروا اشتراك قناة، تلقى فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.